مركز الإعصار شاهين يقترب من اليابسة ويدخل السلطنة خلال الساعات القليلة القادمة. التفاصيل بعد قليل. مرحبا بكم مجددا. الإعصار شاهين مصنف الآن على أنه إعصار من الدرجة الأولى، ومركزه حاليا فوق مياه بحر عمان، ويتمركز إلى الشمال الغربي بحوالي 80 كيلومتر فقط من العاصمة مسقط، ويتحرك بالاتجاه الغربي مباشرة نحو السواحل العمانية، ويتوقع أن تعبر عين هذا الإعصار الأراضي العمانية خلال الساعات القليلة القادمة. صور الأقمار الصناعية لهذا الإعصار الملتقطة خلال صباح اليوم توضح تمركز الإعصار فوق مياه بحر عمان بالقرب من سواحل العاصمة مسقط. العاصمة مسقط تعرضت صباح اليوم لأمطار غزيرة كتأثيرات مباشرة للإعصار شاهين، وهو يتحرك بالاتجاه الغربي نحو سواحل محافظتي شمال وجنوب الباطنة. القراءات الحالية لهالإعصار شاهين نستعرضها في هذا الرسم، حيث هذا الإعصار حاليا هو من الدرجة الأولى، لم يتراجع إلى مستوى العاصفة وإنما لا زال هو عبارة عن إعصار من الدرجة الأولى. سرعة الرياح حول مركز هذا الإعصار ما بين 65 و75 عقدة. الاتجاه مباشرة نحو السواحل العمانية المطلة على بحر عمان، ويبعد فقط 80 كيلومتر عن العاصمة مسقط. مركز الإعصار يتمركز هنا فوق مياه بحر عمان بحسب تحديث نهار اليوم الأحد الساعة 1 بتوقيت سلطنة عمان، ويتوقع أن يتحرك بهذا الاتجاه. نتحدث هنا عن مركز الإعصار، ويتوقع أن يعبر اليابسة ما بين الساعة 6 و9 مساء بتوقيت سلطنة عمان، أي حوالي بعد 5 إلى 6 ساعات من الآن. أثناء عبوره وتحركه بهذا الاتجاه يتوقع أن يدفع بكميات كبيرة من الغيوم الماطرة والرياح الشديدة نحو عموم مناطق سلطنة عمان المطلة على بحر عمان، منها العاصمة مسقط خلال الساعات القادمة، وبالتالي هناك المزيد من الأمطار متوقع أن تهطل، وأيضا المزيد من الرياح العاتية والأمواج العالية التي سيزيد ارتفاعها عن 10 أمتار، وهذا ما سيعمل على دخول مياه البحر ولغمر الشوارع الساحلية وأيضا المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. المحافظات المتأثرة خلال الساعات القادمة بالحالة المدارية ستكون بالأساس هي محافظات الشمال الشرقي من السلطنة، أي خلال الساعات القادمة هناك المزيد من الأمطار الغزيرة، المزيد من الرياح العاتية وأيضا الأمواج العاتية أثناء عبور هذا الإعصار داخل الأراضي العمانية. الشدة الأقل ستكون أو كشدة أقل ستكون العاصمة مسقط وأيضا الولايات المحافظات القريبة من العاصمة مسقط، خاصة وأن مركز الإعصار يتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي، وبالتالي تأثيراته ستقل وتخف في المحافظات الجنوبية. اللون بنفسجي هو تحذيرات من تأثيرات قوية وأمطار شديدة الغزارة وفيضانات وسيول متوقعة، أما اللون الأحمر فهو تنبيه متقدم من أمطار غزيرة جدا على فترات قد يتشكل على إثر الفيضانات والسيول في بعض المناطق، أما الأصفر فهو أمطار متفاوتة الغزارة وهناك فرصة لجريان الأودية في بعض المناطق. كان هذا لحد الآن آخر تحديثاتنا حول الإعصار. شاركونا بصوركم وفيديوهاتكم عبر خاصية أنت الراصد بتحميلكم تطبيق طقس العرب. للقاء.